الجود ده بقى فده الهيليوم، الجود ده انت هتشوف الهيليوم بتاعه بالنسبه للايه والبي. اتفقنا ايه؟ الدي ايه او الدي تو ما عندهاش ترانزيشنز وحيد نفس الكلام بالنسبه للدي 3. دي 2 لو جالها بي هتروح لثلاثه ان هي بقت بارت من جروب 2، ودي بي لو جالها ثلاثه هتفضل نفسها ان هي بارت من جروب 2. فكده الدي 2 والدي هما الاثنين ليهم نفس الهيليوم. Sorry,
ينفعش اقول ان ام بي بايه او فير اي او ام بي Thank you.
Thank you.